نفسي نشتغل على ان المدارس والمدرسين والطلبة يتعلموا ازاي يتعامل معانا صح، وان اي حد يتعامل معانا بطريقة مش كويسة يتعاقب عقوبة شديدة. يا مهند احنا هنعملها فورا فورا. مهند كان سفير الطفولة وحلم هنا في نفس المكان مع قدرون باختلاف ان يكون في مادة احترام الاخر بتدرس في المدارس، وفي لحظة تاريخية واستجابة سريعة من فخامة الرئيس المادة دي موجودة بالفعل وبتدرس حاليا في المدارس. الف شكر يا فندم، الف الف شكر. الشكر لمهند هو اللي قال لنا وعلمنا. الشكر لمهند هو اللي قال لنا وعلمنا. شكرا يا فندم. حضرتك فخامة الرئيس قلت ونفذت، وفعلا مادة احترام الاخر بدأت تدرسها السنة دي في جميع مدارس مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، وان شاء الله بمادة احترام الاخر واحتفالية قادرون باختلاف كل سنة ودعم وتشجيع حضرتك لينا هنغير كتير في المجتمع.